والله ما عملوها الرجاله. رجاله رجاله والله، لحد دلوقتي لسه فرحان والله العظيم. انا النهارده كل الفيديوهات اللي هتنزل في الساعتين الجايين دول كلها صور اللعيبه وفرحه اللعيبه وردة فعل الناس. احاول على قد ما اقدر اوريكم ردة فعل الناس والمشاهير وكده، يعني ربنا يقدرني يعني. وهقول لكم الصفحات قالت ايه وكده عن المباراه، وطبعا الصفحات العالميه كوتيفور ومصر وصلاح والدنيا، كل العالم حاليا بيتكلم على المباراه. كل حاجه هغطيها لكم باذن الله، فانتوا تابعوا الصفحه بقى ما تنسوش اول باول. يعني اول حاجه عايز اقولها فرحه كبير مشجعين تونس يا جماعه. رضا الفيل موجود في المدرجات، كان موجود في الماتش، فرحته لا توصف، اكن منتخب تونس هو اللي كان بيلعب. الرجاله اهو، الرجاله اهو. صفحه بي ار فوتبول العالميه طبعا منزله ايجيبشن كينج ابو صلاح النهارده اللي كان بيحاول يعمل المستحيل، ودي ضربه الجزاء طبعا اللي ليتس جو، ودي الضربه القاضيه اللي صلاح اداها لهالر بقى بوم خلاص جبنا فيها النهايه. طيب تابعوا الفيديوهات الجايه.